السلام عليكم متابعين ديالي الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معاكم كاب كيك اللي كيتحضر بمقادير بسيطه، يعني موجوده في كل بيت، ويمكن لك تزيني به المائده ديالك وعزيز على الوليدات بالخصوص. بقاو معايا ما تمشيو فين، نشوفوا المقادير. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. نبداو على بركة الله. عندي جوج ديال البيضات بحرارة المطبخ، ومن الاحسن يكون البيض بحرارة المطبخ. الا جبتو البيض ديريكت من الثلاجة واستعملتوه ما كتكونش نتيجة مزيانة بالنسبة لكل شيء، الكيك وكاب كيك واي حاجة. نضرب البيض ديال مزيان. هنا انا مستعمله غير الباتور اليدوي، يمكن لكم تستعملوا كهربائي، داكشي تيبقى اختياري. ضفت هنا قبيصه ديال الملح وكاس ديال السنيده، يعني السكر حبيبات، ونخلط مزيان. نحاول باش تذوب ليا السنيده. غادي نضيف هنايا ساشيه ديال الفاني، يمكن لكم تنسمو باش ما بغيتو، يمكن لكم ديرو تنسمو بالحامض اولا بالليمون، كيبقى اختياري. هنا غنزيد واحد العلبه ديال دانون بنكهه ديال الفاني، حين استعملت فاني نسمت بفاني غادي نستعمل دانون ديال الفاني. غادي نزيد كاس ديال الزيت بالعبار ديال الحك ديال دانون. حرك مزيان، وغنضيف كاس ديال الماء، الماء عادي يعني الماء بارد، والماء كيجيب الكيك وكاب كيك كيجيبو خفيف. صافي نخلط مزيان حتى تمزج لي المكونات كاملين، ونبدا نزيد نضيف الدقيق. هنا ضفت الكاس الاول. بالنسبه للكاب كيك هنايا انا هزت ليا خمسة ديال الكؤوس ديال العنبه، بكاس العنبه. ضفت الكاس الاول، نضيف الكاس الثاني، هنايا درت ثلاثه المعالق صغار ديال الخميره، يعني ثلاثه المعالق كيعادلوا ثلاثه الساشيات ديال الخمارات. نضيف عليهم معلقه ديال المايزينا، معلقه كبيره ديال المايزينا، ونحاول نخلط مزيان حتى يتمزج ليا الخليط كامل، الدقيق مع كل شيء، حصل على الخليط اللي بغيت. هنايا درت خمسة الكيسان، الكاس الاخر ناقص شويه، يعني حيت كل دقيق وشحال يمكن لكم تستعملوا فيه، كتبقى النوعيه ديال الدقيق كتختلف. ضفت عليه جوج المعالق ديال الفيرميسين، وهذا هو القوام المطلوب.
صافي نحاول نخلط مزيان ما يبقاش يبان لي الدقيق. وهنايا استعملت هاد الورق ديال الكاب كيك، يمكن لكم تستعملوا ديال السيليكون، متوفر في المحلات التجاريه. انا نوري لكم بالنسبه ديال السيليكون، يعني كتبقي تستعمليه ديما وكيتقام رخيص. انا هنا خديته ب 13 درهم من درب عمر، صراحه صدق لي زوين، كنستعملته شحال من مره وبقى عندي صالح، يعني ما خسر ما والو. هنايا غادي ندير معلقه ونص تقريبا ديال الخليط، يعني الثلثين ديال، خاص هاد الورق ديال الكاب كيك ناخذ فيه غير الثلثين باش ملي ندخلو يطيب ما يفيدش ليا. وغنستمر على هاد الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. هنا انا عندي عطاني كيعطي ربع، هاد المقادير اللي درت كتعطي 24 حبه، يعني انا استعملت هاد الصينيه ديال الكاب كيك اللي كتزلي 12 استعملتها جوج المرات. صافي غادي نكمل الكميه ديالي وغادي نديرهم في الفران اللي يكون مسخن من قبل وعلى عافيه مهيله، تكون العافيه من التحت حتى يطلعوا ويطيبوا لينا مزيان، نعرفوا بانهم طابوا. باش تقلبوا بواحد السكين او لا شي عود ولا هذا، باش الا طلع ناشف صافي تشعلوا الفران من الفوق ياخذوا اللون ديالهم المطلوب. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكاب كيك، كيجي غزال وكيجي هشيش. نتمنى تجربوه وتردوا عليا ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.